يعاني المقدسيون في الفترة الأخيرة من استلامهم إلى مخالفات قد مر عليها أكثر من عام، لا يعلمون عنها ولا يعلمون أين تمت تسجيلها أو إذا كانوا يصفون في هذا المكان أو لا. هذه الظاهرة الغريبة بدأت في شرقي القدس منذ نحو أكثر من عام ونصف، حيث تفاجأ العديد من التجار والأهالي الذين يقومون باصطفاف سياراتهم في الوصفات الخاصة في البلدية مقابل دفع نقدي، ولكن يتم عادة أخذ هذه المخالفات دون علم صاحب السيارة ودون أن يتم توجيه له إنذار أنه تم مخالفته حتى يدارك الأمر ويتم إما إلغائها أو تقديم طلب إذا كان يحصل على إعفاء في الصف في هذه المنطقة، أو طلب إذا كان معاق لا سمح الله، أو إذا كان هناك خطأ في رقم المركبة أو الساعة أو التاريخ. يتفاجأ السكان بحصولهم على هذه المخالفات فقط عند حصول حجز على المعاش، حجز على حساب البنك أو على السيارة أو على تقييد على الرخصة أو على السفر، عندها فقط يتم إبلاغه أنه عليه مخالفات تم أخذها قبل نحو أكثر من عام. حسب قانون المخالفات البلدية المواقف ينبغي على السلطات المحلية إبلاغ المواطنين في المخالفات التي يتم تحريرها غيابياً خلال سنة من خلال البريد المسجل. لذلك على كل مواطن أن يطلب من بلدية الاحتلال أن ورقة تثبت أنهم قاموا بتبليغه بواسطة البريد المسجل هذه المخالفة، وإذا لم تكن هناك أي وثيقة يمكنه التقدم لمحكمة شؤون البلدية بطلب لإلغاء هذه المخالفة. هناك ظاهرة أخرى أيضا، عندما يتم إرسال مخالفة بعد أكثر من عام، الذاكرة العربية هي فقيرة وليست الذاكرة ممكن أن تتذكر أحداث منذ عام، فعلى سبيل المثال لا يستطيع المرء أن يعرف قبل عام أين كان في ذلك اليوم أو في هذه الساعة، هل هذا صحيح كان في شارع يافا مثلا أو في باب الخليل أو باب العمود أو شارع صلاح الدين. هذه من الأمور التي ممكن أن تزيد على المواطن المشقة والتعب من خلال تقديم طلبات لإلغاء هذه المخالفات. طبعا هذه الظاهرة تلجأ إليها السلطات المحلية من أجل مضاعفة الغرامات ومن أجل مضاعفة التكاليف التي يمكن أن يدفعها المواطن لمكاتب المحاماة التي تعمل عادة مع السلطات المحلية، حتى أن اللجنة الخاصة في الاقتصاد في الكنيسة كانت صاحية لهذه الظاهرة خاصة في المناطق التي يوجد فيها يهود، قاموا العديد من اليهود بتقديم اعتراضات والأعضاء كنيسة للأحزاب اليمنية المتطرفة قامت هذه اللجنة بعقد جلسة من أجل حث البلدية على عدم أخذ المخالفات وضرورة تبليغ المواطنين خلال سنة بواسطة البريد المسجل من أجل منع تراكم هذه المخالفات وضعفتها. هذا الأمر للأسف الشديد لا ينصرخ على الشرقية القدس، لأنه لا أحد يعير على الشرقية القدس أي اهتمام، لأن هذه الأعمال هدفها الأول والأخير هو مضاعفة التكاليف والأعباء المالية والاقتصادية على المواطنين من أجل دفعهم إلى النزوح أو إلى ترك محلهم ومكانهم في المدينة المقدسة.